بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الصياد إلا بأربعة شروط. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، يعني مسلم أو كتابي. الثاني الآلة، وهي نوعان: محدد كالسكين يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، يعني أن يكون حاداً وأن يجرح، فإن قتله بثقله يعني رمى نفسه عليه فقتله لم يبح لأنه ما صاد. وما ليس بمحدد كالبندق، البندق هو طين متحجر يرمى به، وأما البندق المعروف الرصاص هذا يصلح به لأنه يسيل الدم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به إذا رمى نفسه على الصيد وقتله، لا يحل لأنه لم يصده. وكذلك إذا ضرب بالعصا والشبكة وقتل فلا يصح لأنه ليس بمحدد. وإن أصبت بعرضه فلا تأكل. إذا أصبت الصيد بعرض الرمح لا يصح، لا بد أن يعني يجرح ويسيل الدم. وإن أصبت بعرضه فلا تأكل. قال الشارح رحمه الله: وهو في اللغة الصيد في اللغة مصدر صاد يصيد صيدا، فالطير مصيد والرجل صائد وصياد. وتعريف الصيد شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك، وحكمه الصيد مباح إلا إذا كان فيه ظلم الناس في حروثهم فيحرم، ويكره لهوا وعبثا. ودليل الصيد الكتاب والسنة والإجماع. قوله الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل من صيد أهل الكتاب ولا تأكل من صيد المجوس، لأن ذبائح أهل الكتاب حلال، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما المجوس فهم عباد النار كفار، لا يجوز أكل الصيد من أيديهم. قوله: فإن قتله بثقلة، أي الحيوان رمى نفسه على الصيد ولم يصده. دليل ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي، أي الصيد،
فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وحذقتم، أي سال الدم، فكلوا منه. رواه أحمد رحمه الله. لا بد أن يذكر اسم الله، ولا بد أن يصيل الدم من الصيد. وفي حديث عدي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين رحمهم الله: قلت يا رسول الله، فإني أرمي بالمعراض، يعني خشبة مريضة، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، أي أصاب الصيد وسال الدم. وفي لفظ: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل. إذا رميته بالخشبة ولم يسيل الدم فلا تأكل. ورواه الخمسة أيضا رحمهم الله، وترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب صيد المعراض. وأخرج أحمد رحمه الله عن عدي رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، أي سال الدم، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. البندقة طين متحجر يرمى به، وأما بندق الرصاص فإنه يسيل الدم فهو حلال. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية شيخ عبد السلام رحمة الله عليهم، وهو مرسل التابعي، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل، مرسل إبراهيم النخعي لم يلقى عديا. والمرسل من أقسام الضعيف لأنه لا يدرى عن حاله. المقتول بالبندقية تلك الموقودة، عن البندقية طين متحجر، وأما بندق الرصاص فإنه يخذق ويصيل الدم. وكذا نقل البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين. قال في القاموس من كتب اللغة: البندق بالضم الذي يرمى به، يعني وهو طين متحجر، وأما بندق الرصاص فإنه يخزق ويسيل الدم. وقال الشوكاني رحمه الله: المراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين فتيبس فيرمى بها. قلت: أما الرمي بالحجر ونحوه فلا يحل، فلا يحل ما قتلت إلا بشرطين: أن تجرح وأن يكون لها حد. أما بندق الرصاص فيحل ما قتلت لقوتها النارية ولو لم يكن لها حد. تتم تنبيه، قال في الإنصاف: وأما ما ليس بمحدد، أي ليس محدد ليس له حد، كالسكين والحجر، كالبندق والحجر والعصا والشبكة والفخ المصيدة، فلا يحل ما قتل به لأنه وقيد. قال الأصحاب رحمهم الله: ولو شدخه. ونقله الميموني، يعني لو جرحه لا يحل لأنه ليس بمحدد. ونقله الميموني رحمه الله: ولو قطعت حلقومه ومرية، ولو خزقه لم يحل، نقله حرب لأنه ليس بمحدد. فإن كان له حد كصوان فهو كالمعراض. النوع الثاني
الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، يعني كالكلب المعلم ونحوه. دليل ذلك قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا كان الكلب معلم وأرسلته وذكرت اسم الله وصاد فكل، بشرط أن يأتيك به ولا يأكل هو، فإن أكل منه فلا تأكل لأنه صاد لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، رواه السبعة رحمهم الله. تتم الجوارح نوعان: أحدهما ما يصيد بنابه كالكلب والفهد، وتعليمه بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل، إذا أشرت له يذهب، وينزجر إذا زجرت، إذا زجرته ينكف، وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك الصيد يأتي به ولا يأكل. النوع الثاني ذو المخلب كالصقر ونحوه، وتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ويشترط أن يجرح ذو المخلب الصيد، فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح. وأفضل مأكول الصيد لأنه حلال لا شبهة فيه. والزراعة أفضل مكتسب لما فيه من التوكل والاعتماد على الله تعالى، ولما فيها من النفع الخاص والعام. الثالث، الشرط الثالث، إرسال الآلة، آلة الصيد، إرسال الآلة قاصداً الصيد، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. قال الثالث، الشرط الثالث إرسال الآلة، دليل ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، متفق عليه. ورواه الخمسة أيضًا رحمهم الله. وفيه: إلا أن يأكل الكلب، إذا صاد وأكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، لكن إذا أتى به كما هو وذكرت اسم الله عليه فكل. وفيه: إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. الشرط الرابع التسمية: بسم الله والله أكبر عند إرسال السهم أو الجارحة، تقول بسم الله، فإن تركها عمدًا، ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لم يُبح. لا بد أن يذكر اسم الله عند إرسال السهم أو الكلب المعلم. فإن تركها، ترك البسملة عمدًا، يعني لا يحل. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء. الحمد لله رحمكم الله. قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله: إذا ترك البسملة عمدًا لا يحل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإذا ترك التسمية عمدًا لا تحل الذبيح. قوله: أو سهوًا لم يُبح، خلافًا له، فعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله يُباح متروك التسمية سهوًا لا عمدًا.
وعند الشافعي رحمه الله يباح متروك التسمية عمدا وسهوا. دليلنا عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا لم يذكر اسم الله على الذبح فلا يجوز الأكل. وقال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل. إذا وجدت مع كلبك كلب آخر لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. رواه السبعة رحمهم الله. وقال الشارح رحمه الله بعدما ذكر الأدلة: وهذه نصوص صحيحة، فلا يعرج، أي فلا يؤخذ على ما خالفها، ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالزكاة، بسم الله والله أكبر إذا أرسل الصيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعلوم كالموجود، بدليل ما لو نسي شرط الصلاة، يعني إذا نسي لا يؤكل ولكن لا يأثم لأنه نسي. وقال في الكشاف: والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصاً خاصة، ولأن الذبيحة تكثر فيكثر النسيان فيه. قلت: قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله النفس تميل إليه لأنه في النظر أقرب للصواب، فالقول به أولى، وهو أن متروك التسمية مباح ولا فرق بين الذبيحة والصيد إذا كان سهواً. قوله: ويسن أن يقول معها: الله أكبر، بسم الله والله أكبر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. رواه الجماعة. تتم قال في المقنع: وإن رمى صيدًا فأصاب غيره، أو رمى صيدًا فقتل جماعةً حل الجميع، لأنه ذكر اسم الله. قال في الإنصاف: بلا نزاعٍ أعلمه. وإن سمى على سهمٍ ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يحل، لأن السهم الذي سمى عليه ألقاه. قلت: القول بحله قوي، لأن المقصود بالتسمية هو الصيد، والعلم عند الله. فرع: لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيداً لم يحل على الصحيح من المذهب. وكذا إن رمى حجراً يظنه صيداً فأصاب صيداً لم يحل في أحد الوجهين، وهو المقدم في المذهب. قال: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين وهو الحلف. كتاب الأيمان. اليمين في اللغة تطلق على اليد وعلى القوة وعلى القسم الحلف، وشرعاً تحقيق المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. أحدها فائدة: الأيمان خمسة. الأيمان خمسة أقسام، أي الحلف خمسة أقسام. أحدها واجب، وهي التي ينقذ بها إنسانا معصوما من هلكة، لحديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له، أخذ وائل عدوا له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، يعني في الإسلام، فخلي عنه. فأتينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم، أخي أي في الإسلام. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود رحمهم الله، وسكت عنه أي لم يضعف، ورجاله ثقات. ولا يجوز الحلف بالأمانة لقوله عليه السلام: من حلف بالأمانة فليس منا. لا يجوز الحلف بالأمانة، الحلف لا بد أن يكون بالله عز وجل، أما الأمانة لا يجوز الحلف بالأمانة. من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا وعيد شديد. رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه. وقال المنذري رحمه الله: رجاله ثقات. وقال النووي رحمه الله: إسناده صحيح. الثاني، القسم الثاني مندوب، يعني مستحب، وهو الحلف الذي يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين. الثالث، القسم الثالث مباح، مثل الحلف على فعل مباح أو ترك، والحلف على الخير بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق. الرابع، المكروه، وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، ومنه الحلف في البيع والشراء، لا يجوز الحلف في البيع والشراء. قال في الإقناع: ويكره الحلف بالأمانة كراهة التحريم. الخامس، محرم، حلف محرم، وهو الحلف كاذباً عامداً أو على فعل معصية أو ترك واجب، هذا الحلف محرم إذا كان كاذباً عمداً أو على فعل معصية أو ترك واجب. تنبيه: وحروف القسم ثلاثة: الواو، وتختص بالظاهر نحو والله، ولا تدخل على المضمر نحو وهي وكي. الباء، الحرف الثاني من حروف القسم الباء، وتدخل على الظاهر، الاسم الظاهر والمضمر نحو بالله وبه. الحرف الثالث التاء، وتختص بلفظ الجلالة، فلا يقال تا الخالق وتا الرحمن وتا الرحيم إلا شذوذا، بل تا الله. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته، أو بالقرآن أو بالمصحف، لأن القرآن كلام الله، والحلف بغير الله لا يجوز. والحلف بغير الله محرم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بغير الله فهو شرك، ولا تجب به كفارة، بل هو محرم ولا يجوز الحلف بغير الله. ويشترط قوله: وهي اليمين بالله، أي وبجميع أسمائه، أسماء الله، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. قوله: أو صفة من صفاته، أي صفة من صفات الله تعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل عليه السلام فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فقال: وعزتك، حلف بعزة الله لا يسمع بها أحد إلا دخلها لما فيها من النعيم. متفق عليه رحمهم الله. وقال البخاري رحمه الله: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، وفي التنزيل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بعزة الله. وقد أخرج مالك والبخاري وأصحاب السنن رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، أي يحلف بالله عز وجل الذي يقلب القلوب: يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. قوله: أو بالمصحف، يعني القرآن، يجوز الحلف بالمصحف وبالقرآن وبسور أو بآية منه، لأنه من كلام الله، وكلام الله من صفاته، القرآن كلام الله، الله تعالى تكلم بالقرآن، فالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى. قال: وبه قال مالك والشافعي والجميع من أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، ونقل في ذلك خلاف عمن لا يعتد بقوله، يعني خلاف لا يلتفت إليه. وكذا قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. قوله: والحلف بغير الله محرم، لا يجوز الحلف بغير الله. وبه قال الجماهير من العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. والحكمة في تحريم الحلف بالمخلوق لأنه تعظيم لله، الحلف تعظيم، ولا يستحق التعظيم إلا الله جل جلاله، لأنه تعظيم، لأنه تعظيم له، والتعظيم لا يكون إلا لله جل جلاله. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سمع عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي، لا بالكعبة، لا بالأمانة، لا يجوز الحلف إلا بالله جل جلاله. فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه رحمهم الله. ورواه أيضاً أحمد والترمذي والنسائي رحمهم الله. فالحلف بغير الله شرك ولا يجوز. وروى أبو داود والحاكم رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يستحقه إلا الله جل جلاله. ورواه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه: فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. ورواه الترمذي رحمه الله بلفظ: فقد كفر وأشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله أبدا. بعض الناس يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة، كل هذا شرك لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا ذنب، والحلف بغير الله شرك، فالذنب أخف من الشرك، ولا يجوز الحلف بغير الله. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه: لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله محرم إذا كان الحالف كاذبا، والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، على شيء المستقبل يمكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس،
إذا حلف على أمر ماض كاذب عالم فهي اليمين الغموس، ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد. لغو اليمين إذا جرى الحلف على اللسان من غير قصد من غير نية. قوله فهي غموس إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فتسمى اليمين الغموس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن أي رميه بالكذب، والفرار يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق، الذي يحلف كاذب ويأخذ أموال الناس باليمين الكاذبة. رواه أحمد رحمه الله. خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وكفارته التوبة، وقتل النفس بغير حق، هذا جرم عظيم، وبهت مؤمن أي رميه بشيء وهو بريء، والفرار يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد في سبيل الله، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق، أن يحلف كاذباً ويأخذ أموال الناس بيمينه الكاذبة. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله، يعني بدون نية. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا حلف من غير قصد من غير نية. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: اللغو في اليمين كلام الله، كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله، يعني ولا ينوي بذلك اليمين. رواه أبو داود رحمه الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على الصحابي، ورواه البخاري والنسائي وابن الجارود رحمهم الله موقوفا من قول الصحابي، ورواه البخاري ومالك والشافعي رحمهم الله موقوفا من قول الصحابي رضي الله عنه، ورواه البيهقي وابن حبان رحمهم الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وصحح الدارقطني الوقف، يعني من قول الصحابي رضي الله عنه. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها يعني أجبره مجبر لم تنعقد يمينه إذا كان مكره بغير قصد. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، فعند ذلك تلزمه الكفارة، أو يترك ما حلف على ما فعله ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين نكفره إن شاء الله لم يحنث، إذا قال والله إن شاء الله فلا يحنث. قوله فإن حلف مكرها أي مقصوبا، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة ينعقد، ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تجاوز، وفي رواية: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي غصب بغير اختياره. أخرجه ابن حبان وابن ماجه رحمهم الله. ولا يخلو من مقال، يعني فيه ضعف، ولكنه يتقوى بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويتقوى أيضا بحديث عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. والإغلاق الإكراه، فإن فعل مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة، لقوله جل ذكره: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله جل شانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: إن الله تجاوز، وفي رواية: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومن قال في يمين نكفره إن شاء الله لم يحنث، إذا قال: والله أفعل كذا إن شاء الله، فلا يلزمه الكفارة لأنه قال إن شاء الله. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي رحمهم الله. وقال ابن القيم رحمه الله في التهذيب: متفق على الاحتجاج به إلا أنه معلول، أي فيه علة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان رحمهم الله. تنبيه: على الصحيح من المذهب يشترط أن يكون الاستثناء متصلاً باليمين، أن يقول إن شاء الله متصل بحلفه. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، إذا حلف أن لا يفعل خيراً فينبغي أن يفعل الخير ويكفر. لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا حلفت أن لا تفعل خيرًا ثم هداك الله ففعلت ذلك الخير، كفر عن يمينك ولا تمتنع عن فعل الخير. وفي لفظ: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليهما. وإذا حرم حلالاً لم يحرم، الحلال لا يحرم، لقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قوله: ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمة أي مملوكة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واليمين على الشيء لا تحرمه وتلزمه كفارة إن فعله، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فائدة: أسماء الله في عقد اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها ما لا يسمى به غيره، نحو: والله، والرحمن، ورب العالمين، فهذا يمين اتفاقا. الثاني ما يسمى به غير الله وإطلاقه ينصرف إلى الله، مثل: الخالق، والرازق، والرحيم، والقادر، فهذا إن نوى به اسم الله تعالى أو أطلق كان يميناً، وهذا هو اختياره
وهذا هو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ولكنه قال هذا من التأويل لأنه نوى خلاف الظاهر، فإن كان ظالماً لم تنفعه وتنفع المظلوم. الثالث ما يسمى به الله تعالى وغيره، ولا ينصرف إليه إطلاق ولا ينصرف إليه إطلاقه، كالحي والعالم والموجود والكريم، فهذا إن قصد به اليمين بسم الله تعالى كان يميناً وإلا فلا. فصل. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه أي كفارتان ولم يتداخلا. يخير من لزمته كفارة يمين، مخير بين واحدة من الثلاث، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. قوله 3 أيام متتابعة، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله لا يجب التتابع، صيام 3 أيام ولو كانت متفرقة. ولنا ما ثبت عن أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما وأصحابه أنهم كانوا يقرؤون فصيام 3 أيام متتابعات، والقراءة وإن كانت شاذة فهي حجة، وذكره ابن عبد البر رحمه الله إجماعا. قوله ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، يعني حلف على شيء واحد فعليه كفارة واحدة، هذا المذهب، وإن كانت على أفعال يعني أشياء متعددة، كما لو حلف لا يكلم زيدا ثم كلمه، ثم حلف لا يأكل طعاما عينه ثم أكله ونحو ذلك، فعليه لكل واحدة كفارة. وعن أحمد رحمه الله لكل يمين كفارة، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الموفق رحمه الله إذا كانت اليمين على أفعال يعني متعددة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ومن كرر أيمانا قبل التكفير، فروايات، ثالثها وهو الصحيح إن كانت على فعل يعني واحد فكفارة، وإلا إن كانت أفعال متعددة فكفارتان. فمراد الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما هو اختيار الموفق رحمه الله إذا كانت اليمين على أفعال تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان، كما لو قال والله لا أكلم فلان ثم قال والله لا أكتب بهذا القلم والله لا ألبس هذا الثوب ثم كلم وكتب ولبس، فيلزمه لكل يمين كفارة، وعلى المقدم في المذهب يجزي كفارة واحدة. فعلينا أن نعظم الله، لا نحلف إلا ونحن صادقون، ولا نحلف إلا عند أمر يستلزم ذلك، لا بد أن نعظم الله، لا نحلف كل مرة كل شيء، لا بد أن نعظم الله جل وعلا، لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم،
باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عُذِمَت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيَّجها، أي وما سببها، فإن عُذِمَ ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، ذلك الصبي صار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلان، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية أو الملك أو الصداقة، ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الجمل فصار كبشا، لا أكلت لحم هذا الحمل وهو الصغير من الغنم فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا. قال المعلق: الدبس عسل التمر، أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا. قال: الكشك ماء الشعير، وفي المصباح ما يعمل من الحنطة، وربما عمل من الشعير. قال المطريزي: هو فارسي معرب، وفي الإقناع يعمل من القمح واللبن. وقوله: أو كشكا أو نحوه، كما قال: لو صار اللبن أقطا أو قشطة فيحنث بأكله، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه، ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. فصل: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما أي إدام حنث بأكل البيض والتمر. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. قوله: التمر، لحديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، يعني التمر إدام الخبز. رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. قوله: إذا احتملها اللفظ، كما لو حلف لا يرقد إلا تحت بناء أو سقف ونوى به السماء، أو حلف لا يجلس إلا على فراش أو بساط ونوى به الأرض، لم يحنث. قوله: والملح، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: سيد إدامكم الملح. رواه ابن ماجه رحمه الله، وفي إسناده عيسى المصري ضعفه أحمد. قوله: والخل، لما رواه الجماعة رحمهم الله إلا البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: نعم الأدم الخل. فالخل يطلق عليه إدام. وقال في القاموس: الخل ما حمض من عصير العنب وغيره. قال: والزيتون، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به. رواه ابن ماجه
ورجاله ثقات رحمهم الله ونحوه، وكل ما يصطنع به أي ما يغمس به الخبز، وكل ما يصطنع به أي يغمس به الخبز. قال تعالى: وصبغ للآكلين، أي إدام يصبغ اللقمة يغمسها فيه، ولا يلبس شيئا، إذا حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط ونحوهما. الجوشن هو الدرع الثوب كما في كتب اللغة. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ داره تعلقت يمينه بجماعها ويدخله وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، يعني مخلوط في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا. قال: الخبيص معمول من التمر والسمن. وقاله في القاموس وفي حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني رحمه الله، قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، الخبيص دقيق وسمن وعسل. قلت: والعادة في نجد هو سمن وتمر، ويسمى قشدة ويسمى غفيص. وإن حلف لا يأكل شيئاً فأكله مستهلكاً، أي مخلوطاً في غيره، كمن حلف لا يأكل سمناً فأكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر فيه طعم، أو لا يأكل بيضاً فأكل ناطفاً لم يحنث، وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنث. قوله ناطفاً: الناطف نوع من الحلوى يسمى القبيطي، سمي بذلك لأنه ينطف قبل استضرابه أي يقطر. قلت: الذي يطابق الناطف في وقتنا الحاضر هو الكيك المعمول من دقيق وسمن وبيض. وقوله في أول الفصل: فالشرعي موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، من أمثلة ذلك الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، والذكاء لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب. الذكاء لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وقس على ذلك كثيرا من العبادات والعقود. فتصرف اليمين عن الإطلاق إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي. فصل: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث إذا فعله وهو مغصوب بغير اختيار، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط، أو على ما لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ففعله حنث مطلقا. وإن فعل هو أو غيره
ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. قوله حنث في الطلاق والعتاق فقط أي دون بقية الأيمان، هذا الصحيح من المذهب، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالجهل والنسيان. وعنه يحنث مطلقا، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. وعنه لا يحنث مطلقا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وبه قال شيخ الإسلام تقي الدين وابن القيم رحمهم الله، وهو الحق إن شاء الله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، وصوبه في الإنصاف. فإذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: لا يحنث الحالف بمخالفة المحلوف عليه إن قصد إكرامه لا إلزامه بالمحلوف عليه، لأن الإكرام قد حصل. وقوله حنث مطلقا أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا.